تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الواحدة والمستهل بالعناوين. رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن. الوزير المستشار الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية بلعيد محمد أسعيد في ندوة صحفية يعلن إمكانية تمديد حملة النقاش حول مشروع تعديل الدستور إلى فترة زمنية معقولة، ويؤكد أن ترقية مناطق الظل تحظى بمتابعة شخصية من قبل رئيس الجمهورية. البعثة الوزارية رفيعة المستوى الموفدة إلى نواكشوط تحظى باستقبال من السلطات العليا الموريتانية، وتأكيد على دعم الجزائر للشقيقة موريتانيا في مكافحة جائحة كورونا وتعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات. اللواء سعيد شنقريحة غدا في زيارة عمل إلى المدرسة العليا الحربية بالناحية العسكرية الأولى. توزيع 2000 طرد من المواد الغذائية بمعسكر ضمن العملية التضامنية للتكفل بالأسر المعوزة، وتواصل عملية الصرف منحة 10,000 دينار في شطرها الثاني المخصصة للمتضررين من وباء كورونا. أهلا بكم. بداية، ترأس رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون اليوم بمقر رئاسة الجمهورية اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن. أعلن الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية بلعيد محمد أسعيد أمس في ندوة صحفية مع مختلف وسائل الإعلام الوطنية عن إمكانية تمديد حملة النقاش والشرح الدائري حول مشروع تعديل الدستور لفترة زمنية معقولة. إن النقاش الدائر حول المشروع التمهيدي للدستور المعدل رغم إجراءات الوقاية من الوباء التي تحد من حرية التنقل والاجتماع يؤكد حاجة البلاد الماسة إلى دستور توافقي يؤسس لمرحلة جديدة عابرة للعهدات وليست على مقاس الأشخاص ولا على مقاس الأحزاب. وبما أن بلوغ هذه الغاية يمر حتما عبر توسيع قاعدة المناقشة إلى جميع الشرائح الاجتماعية عبر ممثليها وتجاوبا مع طلب العديد من الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية والشخصيات الوطنية، يجري دراسة إمكانية التمديد لحملة النقاش والشرح بفترة زمنية معقولة حتى يكون الدستور المعدل المنتظر ثمرة أوسع توافق وطني ممكن يستجيب لحاجة البلاد الملحة والمستعجلة إلى مؤسسات المنتخبة حقا تحت راية بيان 1 نوفمبر 1954 لبناء الجمهورية الجديدة بما يعزز مكونات الهوية الوطنية الثلاثة: الإسلام والعروبة والأمازيغية. وأؤكد لكم أن كل الاقتراحات والتعديلات مرحب بها، وأن رئيس الجمهورية هو الضامن للأخذ بها من طرف اللجنة في إطار تعزيز ما يجمع الأمة ويوحدها. في كل الأحوال الكلمة الأخيرة تعود للشعب. وفي رده عن سؤال متعلق بتشكيك بعض الأطراف في نوايا الدولة بخصوص تنمية مناطق الظل وما يروج حولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أكد بلعيد محمد أسعيد أن هذا الملف يحظى بمتابعة شخصية من قبل رئيس الجمهورية. فيه مجهودات مبذولة بطريقة شفافة، وما فيش أكثر من الشفافية أنه رئيس الجمهورية هو اللي كشف عليها. أنت كنت تعرف مناطق الظل قبل ما يكشف عليها رئيس الجمهورية بالفيلم الوثائقي اللي عرضوه في قصر الأمم؟ ما كانش أكثر
كلنا هنا ربما كلش نعرفه أو نسمع به، هو اللي أصر على إنتاج هذا الفيلم وراقبه وفاجأ الجميع وكلف من كلف بمتابعة هذا الملف ميدانيا، بل وحتى بربط مصير المسؤول بمصير هذه المناطق في أجال معينة. قضية قضية جد، ما فيها لا ديماغوجية ولا في سياسة دغدغة العواطف. الناس اللي تعودوا على سياسة دغدغة العواطف هذه انتهى عندهم، ولا يعني هذا الجد في متابعة في مكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية، مسؤول في رئاسة الجمهورية مكلف فقط بالمتابعة الميدانية اليومية لكل ما ينجز في الميدان. طرق إذا كان في أشياء يعني في أشياء فردية كذا هذا يحسب عليه، الشاد يحفظ ولا يقاس عليه. إذن في استراتيجية، وإن شاء الله في أقرب وقت، وهذه مناطق ظل علمك يعني تعني تقريبا 8,500,000 جزائري وجزائرية. المناطق ظل لو ترجعوا لبعضها خلاص سويت مشاكلها، اللي ما كانش عنده مدرسة داروا له مدرسة، اللي ما كانش عنده طريق اللي ما كانش عنده عمود كهربائي داروا عمود كهربائي. الناس يقولوا، المستفيدين يقولوا، كل إذا 100 مستفيد يعني يقول لك الحمد لله يا ربي، يجي واحد يقول لك ما كانش جيت تبني على واحد وتنسى لي 100. بعد إفادهم من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، استقبل اليوم الوفد الوزاري الذي يقوده وزير الشؤون الخارجية صبري بقدوم من قبل الوزير الأول الموريتاني إسماعيل ولد بدة ولد الشيخ سيدنا. البعثة تضم وزير المالية عبد الرحمن راوية ووزير التجارة كمال رزيق ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد، بالإضافة إلى المدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية محمد شفيق مصباح. البعثة الجزائرية وصلت في طائرة حملت أول دفعة من المساعدة الطبية الخاصة بمكافحة وباء كورونا، وهذا تعبيرا عن استعداد الجزائر لمساعدة موريتانيا للقضاء على هذه الجائحة ومجالات أخرى تم الاتفاق عليها في اجتماع موسع مع النظراء وفقا لما تقتضيه علاقات الأخوة بين البلدين. وليد قادري. مثل ما يقال في الشدائد والأزمات يظهر الأصدقاء. البلد الشقيق موريتانيا وهو يكافح انتشار وباء كورونا يجد الجزائر إلى جانبه ودون تأخر. كمية من المساعدات الطبية تصل على دفعات إلى نواكشوط، وأول دفعة منها رافقها دعم معنوي تمثل في وفد رفيع المستوى عبر للأشقاء الموريتانيين عن استعداد الجزائر للمزيد من المساعدة، قد يكون من ضمنها أطقم طبية. يعني نبقى أشقاء في الصرا وفي الضراء طبعا. هذه الجائحة أثبتت أن العلاقة أكثر من علاقة، مش فقط علاقة عادية كما يمكن أن تجري في مع العديد من الدول، ولكن بين وبين موريتانيا لها نقطة خاصة، العديد من القواسم المشتركة، قاسم مشترك على التاريخ الحاضر والمستقبل. والمستقبل هو ماذا نفعله اليوم، يعني ليس الجزائر وحدها في اتجاه موريتانيا، يعني نعمل سويا، نمشي اليد في اليد لنواجه هذا الوباء، لننسق العمل، وإن شاء الله سيتشر مع جميع الدول في المسبق التي تريد أن تشاركنا في هذه هذا ما يدل على النوعية وخصوصية العلاقة الجزائرية الموريتانية. أظن أنه أي موريتاني وليس فقط كوزير يحس أن هذا اهتمام حقيقة لا يحصل إلا من الأشقاء والإخوة، وعبر فخامة الرئيس أنه سيعطي توجيهات لبعثة من أجل أن تأتي إلى موريتانيا، ولم نتوقع حقيقة أن تكون البعثة على هذا المستوى العالي، وهذا دليل أبو قادم، وهذا دليل على أن مستوى العلاقات حقيقة عرف في هذه السنوات الأخيرة، وهذا شيء يمشي في عمق التاريخ، هي قصة طويلة الحمد لله ما بين الجزائر وموريتانيا. وخلال الزيارة اجتماع موسع لكل من وزير الخارجية، الصحة، التجارة والمالية والمدير العام لوكالة التعاون الدولي مع نظرائهم الموريتانيين، فكان منبرا اتفق فيه الجميع على ضرورة الذهاب بالتعاون بين البلدين إلى أعلى مستوى في كل المجالات. كان لنا نظرة مستقبلية جديدة أو متجددة في اتجاه المستقبل بتوطيد العلاقات في جميع الميادين السياسية، الاقتصادية، التجارية، التقنية، الثقافية،
والتنسيق في على المستوى الدولي على العديد من الأشياء في إفريقيا في اتجاه السلم والاستقرار في العالم. العاصمة الموريتانية نواكشوط كانت محطة أول زيارة رسمية للجزائر منذ انتشار وباء كورونا، لتؤكد عمق العلاقات التاريخية بين الجزائر وموريتانيا والإرادة السياسية لقيادتي البلدين للارتقاء بها إلى مستوى تطلعات الشعبين الشقيقين. يقوم السيد اللواء سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة غدا بزيارة عمل إلى المدرسة العليا الحربية بالناحية العسكرية الأولى. السيد اللواء سيترأس خلال هذه الزيارة الدورة 13 للمجلس التوجيهي للمدرسة العليا الحربية. في مستجدات الوضع الصحي ببلادنا، سجلت أمس 117 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10382 حالة مؤكدة، في حين يزداد عدد المتماثلين للشفاء يوما بعد يوم، حيث بلغ 6951، من بينها 152 حالة تماثلت للشفاء خلال 24 ساعة الماضية. هذا فيما سجلت أمس 9 وفيات، ليصل العدد الإجمالي إلى 715 حالة وفاة رحمهم الله. بادرت جمعية البركة بالتنسيق مع المقاطعات الإدارية لدار البيضاء والحراش بتوزيع 10,000 قناع واق على المواطنين من مجموع 200,000 قناع سيتم توزيعها عبر العاصمة. زهير بطاش. دعما للصحة العمومية وفي إطار الرفع التدريجي للحجر الصحي، 200,000 قناع واقي توزعها جمعية البركة بالمقاطعة الإدارية للعاصمة في خطوة أولى قبل أن تمس مختلف ربوع الوطن. وكل يوم راح نديروا ولايتين منتدبتين إن شاء الله، ونوزعوا بإذن الله مع السلطات العمومية، نوزعوا في الشوارع، في الأسواق، في المتاجر، في مناطق الظل يعني اللي لازم نركزوا عليها، لان هذا المواطن اللي مساكن ما يقدرش ممكن بالك يوصل ليه واحد ولا. نتمنى من الجمعيه هذه المبادره هذه الاولى، ماشي الاولى ان شاء الله، المبادرات واحد اخرى ان شاء الله الجاي ان شاء الله. لي بافات هذو مليح يكونوا ديسبونيبل واجدين ان شاء الله، باش الشعب قاعد يديروا هكذايا وان شاء الله وكثر خيرهم. هذو شفنا بزاف جمعيات خيريه يقدموا مبادرات هكذايا، يمشوا في الطريق يمدوا للناس. ارتداء القناع الواقي صار اكثر من ضروره لاعاده دفع مناحي الحياه، وتوفيرها يستدعي تضافر جهود كل الفاعلين. وهي عملية ستتواصل خلال الأيام القليلة القادمة لتشمل كل بلدية المقاطعة، ونتمنى فقط من المواطنين احترام إجراءات الحجر الصحي. عملية متواصلة كتوزيع الأقنعة، وهذه العملية دخل في إطار رفع الحجر الجزئي المفروض منذ 24 مارس 2020، والذي سوف يسمح لبعض الأنشطة التجارية والحرفية بممارسة النشاط. ارتداء القناع الواقي يتعدى حماية الشخص إلى الحفاظ على صحة الآخرين، وارتداؤه صار أكثر من ضرورة. وفي السياق نفسه، ومواصلة لحملات التحسيس والتوعية وبمشاركة الجمعيات ولجان الأحياء لولاية وهران، تم توزيع 100,000 قناع واقي على مختلف الأحياء والمناطق النائية. كاميليا حموم. هنا بحديقة سيدي محمد بولاية وهران، حركات جمعوية ولجان أحياء ومديريات ولائية في مبادرة تحسيسية لتوزيع أزيد من 100,000 قناع واقي على مواطني الأحياء الشعبية والمناطق النائية. نداء اللي نوصله لكل المواطنين ولاية وهران خاصة والمواطنين الجزائريين عامة، الوقاية ثم الوقاية ثم الوقاية والتباعد بينهم. وهذه عبارة عن حملة تحسيسية أو حملة تأسيسية تأكيدية من أجل ترسيخ ثقافة الوقاية وثقافة الحيطة وثقافة الحذر. وزعنا 100,000 كمامة مواصلة للتوزيع اللي كان مقبل، واليوم بواسطة الجمعيات تاعنا، وهذه الجمعيات اللي راهي تلعب دور كبير في تحسيس. طلبوا إن شاء الله من الشعب يكون واعي، مش يقول لا ما راهش كاين هذا المرض، وكاع يلاقي يكون عنده الوعي.
من بين البلديات المعنية بلدية الكرمة، أين تم توزيع الأقنعة الواقية مجانا على المواطنين وكذا أصحاب المحلات التجارية. مبادرة زينة إن شاء الله، ونطلب ربي إن شاء الله يرفع هذا الوباء إن شاء الله. مادام رانا في البلاء خلينا نديروا الاحتياطات تاعنا. هذه المبادرة مليحة إن شاء الله، ولو كان يلتزموا بها الجميع إن شاء الله. للإشارة، تعد هذه المبادرة جزءا من الحملة الولائية لتوزيع أزيد من 250 ألف قناع واقي بمختلف مناطق الولاية. وبمختلف مناطق الوطن استؤنفت تدريجيا الأنشطة التجارية والخدماتية على غرار ولاية ورقلام، مع الالتزام طبعا بالإجراءات الوقائية لضمان سلامة الجميع. هاجر بن كران. بعدما يقارب 3 أشهر من الحجر الصحي، بعض المهن بولاية ورقلة كقاعات الحلاقة والألبسة وغيرها تعود إلى نشاطها مع الالتزام الكلي بالإجراءات الوقائية. نقول الحمد لله، ربي فرج علينا اليوم، سما رانا حلينا المحل 3 شهور اللي فاتوا علينا، حنا نقولوا درس من عند ربي. عندنا مدة اللي مسكرين مغلوقين، وسهلنا ربي فتحنا، ورانا دايرين إجراءات صحية. إجراءات وقائية يلتزم بتطبيقها أصحاب المحلات، كتنظيم عملية دخول الزبائن ووضع ملصقات تحسيسية على واجهات المحلات، مع احترام المسافة الوقائية وحمل القناع الواقي إجباري. كل تاجر يحترم وسائل الوقاية، يبدأ بنفسه صح، وضع الكمامة والجل إيدروالكوليك، ويدير شروط اللي تحميه هو والزبائن اذا حاب يخدم. ياسر الكلي اللي يدخل نديروا له المعاقم، وهنا دايرين لافتات في الدخله ثاني بالبافيت اجباريه اوبليغاتوار، ودايرين ثاني التباعد بين الاشخاص، وما كانش فوق 3 يدخلوا الحانوت. عودة الأنشطة الأخرى تدريجيا مرهون بمدى التزام أصحاب الأنشطة المرخص لها بالمرحلة الأولى والزبائن بتطبيق الإجراءات الوقائية. بدورهم استأنف تجار بولاية بجاية نشاطهم التجاري والخدماتي مع وجوب احترام التدابير الصحية. روبورتاج رفيق تدافت وقراءة ليندا مكي. بعد قرارات استئناف بعض الأنشطة التجارية، يحرص تجار ولاية بجاية على التقيد الصارم بإجراء الوقاية وأخذ الحيطة والحذر. الخدامين تاعنا مرقلة، عندهم 3 شهور ما خدموش، ودوكا كي ولاو تسمى حسوا روحهم بلي راهم ولاو الحياة الطبيعية تسمى كيما كانوا. المواطنون هم بدورهم أدركوا أنه لا خروج من الأزمة الصحية إلا باتباع توصيات المختصين والتدابير المتخذة. نخدموا ما عندناش من ناكلوا، الحمد لله. هذا يعني فكر يعني على الناس اللي بعاد والناس اللي ما عندهمش يعني ترونسبور باش راح يخدموا، وهذه يعني مبادره مليحه، وان شاء الله يعني كلش تولي يعني الحياه كما راهي. عادي عادي طبعا، اللي بافات الجاريين يخدموا حاجه عاديه. وتبقى ثقافه الوقايه الصحيه اساس الحد من تفشي وباء كورونا. في إطار التكفل بالعائلات المحتاجة، تمت بولاية غليزان عملية صرف الشطر الثاني من الإعانة التي خصصتها الدولة للمتضررين من أزمة كورونا. بالمهدي بالمهل. أعوان وموظف الخزينة العمومية لولاية غليزان شكلوا بإمكانياتهم المادية والمالية جاهزية لاستقبال المستفيدين من المنحة في شطرها الثاني والمحددة ب10,000 دينار، والموجهة لمختلف النشيطين في القطاعات الاقتصادية والمهن الحرة. العملية الحمد لله راها جارية على أتم معنى، ونشكر فني الإخوة اللي راهم واقفين هنايا في هذا التريزور. 10,000 دينار هذه مليحة، خير من كاش كما نقولوا حنايا، كما نقولوا نعاونوا بها روحنا بلا ما فات هذه الجائحة، ويرفع عنا الحجر إن شاء الله. السلطات المحلية بما فيها مدير القطاعات أحصوا قوائم المسجلين المتضررين من تدابير مكافحة كورونا. في وقت قياسي كنا دفعنا الشطر الأول، واللي كان خص 8,263 ربع عائلة من تجار، من حرفيين، من أصحاب المهن اللي كانت أكثر تضرراً، واللي تم إحصائها من طرف المديريات التنفيذية المعنية. وها احنا نبادر وبدينا في العملية الثانية، وهي كما راكم لاحظتوا تجري في ظروف حسنة. تجدر الإشارة إلى أنه هؤلاء المستفيدين يتقربوا من خزائن بلدية الولاية،
وكذا خزينة الولاية من أجل سحب هذه المنحة. يذكر أن ولاية غليزان التزمت بدفع الشطر الأول من منحة 10,000 دينار، وهي بصدد تسديد المبلغ ذاته بأريحية كتعبير تضامني والتكفل الاجتماعي بالأسر المحتاجة. وللتكفل بالأسر المحتاجة تتواصل الهبات التضامنية بمختلف ولايات الوطن على غرار ولاية معسكر، حيث وزع الهلال الأحمر الجزائري 2,000 طرد غذائي بالمهدي بالمهل. مساعدات مادية معظمها من المواد الغذائية تكفل بجمعها وتوزيعها في قفف وطرود متطوعون من الهلال الأحمر الجزائري بولاية معسكر، وهي الهبة التي ساهم في تموينها ذوو البر والإحسان. نحن إلى يومنا هذا وبعد العيد رانا فني اليوم كنا قمنا بتوزيع 2,000 قفة على المناطق الظل، ونحن في استمرار حتى نهاية هذا المرض إن شاء الله. القافلة التضامنية سمحت بجمع 2,000 قفة، والتي تبرز جهود السلطات العمومية في تعزيز التآزر الاجتماعي للتخفيف من التداعيات السلبية لوباء كورونا. احنا قد عندنا حصة من سبق الدواوير، وعندنا حصة هذه والعملية مستمرة لدواوير أخرى إن شاء الله. وقبل انطلاق القافلة يتم تعقيم المركبات الحاملة للبضائع المتجهة نحو مناطق الظل. دائرتي أنا استفادت من في هذه المرة استفادت من حصة 250 قفة وتوجه إلى مناطق الظل، والمواطن هذه كده دخل عليه تحس بالفرحة اللي فرح بها. ويبدو واضحا أن السهر على مساعدة الأسر المحرومة يبقى العنوان الأبرز في تجسيد العمل الجواري في الميدان. وإسهاما منها في الحد من انتشار فيروس كورونا على المستوى الوطني، حلت بولاية سطيف المنظمة الوطنية لأفراد التعبئة المعاد استدعاؤهم من خلال قافلة تضامنية لفائدة المؤسسات الاستشفائية والأسلاك الأمنية، تقديرا لتجندهم طيلة فترة الجائحة. هذه عينة من يعني مختلف عينات يعني المجتمع المدني، على أساس أن كل طاقاتنا من يعني من جمعيات يعني مجتمع مدني، وحتى يعني أفراد التعبئة أبوا أن يعني يساهموا في هذه العملية التضامنية الهامة من أجل الوقوف ضد هذا الوباء. هم يعني مشكورين. تتقدم المنظمة الوطنية لأفراد التعبئة بهذه الهبة المتواضعة والمتمثلة في كمامات طبية وألبسة وأقنعة طبية، نظير المجهودات الجبارة التي يبذلها كل الطاقم الطبي وعمال الأمن الوطني. تحضيرا للموسم الدراسي المقبل، انطلقت عملية التسجيلات المدرسية عبر كامل المؤسسات التربوية الابتدائية بولاية بشار وسط إجراءات احترازية. رشيدة بن عياد. تستقبل المؤسسات التربوية الابتدائية ببشار سنويا ما يفوق 3,000 تلميذ جديد في القسم التحضيري وأكثر من 4,000 تلميذ في أقسام سنة أولى. واستعدادا للموسم الدراسي الجديد انطلقت عملية التسجيلات عبر كامل الابتدائيات. استقبلوا الأولياء بأحسن ظروف، هما أيضا ملتزمين بالوقاية. عمليات التسجيل الخاصة بسنوات الأولى الجدد والتحضيري، وكذا استلام ملفات المعوزين المعنيين بالمنحة المدرسية، وهذا في ظروف جد حسنة الحمد لله. كافة الظروف والإمكانيات سخرت لهذه العملية بغرض استقبال الأولياء بكل أريحية، مع الحرص على تطبيق الإجراءات الصحية لمجابهة الوباء. والحمد لله لقينا اليوم المؤسسة قائمة بالواجب تاعها وفارضين كمامات، هذه حاجة مليحة. وبالنسبة الثانية للتعقيم الحمد لله كاع راهم موفرين كاع الظروف الملائمة. جبت معي الود باش نسجلوه، وما شاء الله راه الاستقبال من عند الطرف المديرة استقبلتنا، ورانا في كما نقولوا دايرين مسافة تاع التباعد. هذا وتعمل المصالح القائمة على قطاع التربية بالولاية على التعقيم الدائم للمؤسسات التربوية حفاظا على صحة التلاميذ والعمال. وبعد عدة أشهر من التوقف عادت الأشغال إلى ورشات البناء على مستوى مشاريع ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية قسنطينة، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية. حسن مططلة.
الحيوية عادت إلى ورشات الإنجاز والبناء بعد الرفع النسبي للحجر عن هذا القطاع الهام، كما هو الحال لهاتين الورشتين المتواجدتين بحما بوزيان وعين حاس، والخاصتين بإنجاز 400 مسكن اجتماعي إيجاري وتنوية بألف مقعد بيداغوجي. بعد الاجتماعات التي قمنا بها مع كل شركاء متعاملين مع الديوان، يعني لاحظنا أن المشاريع انبعثت من جديد وهناك وتيرة جد حسنة. مؤسسة الإنجاز من جهتها اتخذت كل الإجراءات الوقائية والصحية كالتباعد بين العمال وتوفير كل المستلزمات الخاصة بالوقاية من هذه الجائحة. طبعا احنا لزمنا على المقاولين أن العمال تاعهم يكونوا بالشروط الوقائية المنصوص عليها، طبعا من حيث التباعد، من حيث الوقاية الأمنية، من كل جوانب. إن شاء الله كنا في الأسبوع اللي فات كنا حوالي 70% من الخدامة، الأسبوع هذا رانا تقريبا 80%، وإن شاء الله من الأيامات الجاية راح نبالك نوليو 100% تاع الخدامة يوليو يخدموا كامل. بالنسبة لعمالنا وظفنا، يعني وفرنا لهم الكمامات الخوذات ويحافظوا على مسافة التباعد اللي هي أكثر من 1 متر، والعمل عادي يعني ماشي بظروف جيدة وممتازة. كما وضع ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية قسنطينة وبالتنسيق مع مؤسسات الإنجاز خريطة طريق لاستدراك التأخر المسجل في عملية الإنجاز بفعل هذه الجائحة. تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بشراقة بالعاصمة من حجز 4160 وحدة من المشروبات الكحولية وتوقيف شخص مشتبه فيه بالتورط في المتاجرة بها بطريقة غير شرعية وقانونية، وذلك إثر اكتشافهم لمستودع سري لتخزين هذه المادة على مستوى بلدية الحمامات. وعقب إنهاء التحقيق تم تقديم الشخص الموقوف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الواد، أين أودع الحبس بتهمة حيازة وبيع المشروبات الكحولية دون رخصة. بناء على معلومات واردة إلينا مفادها قيام أحد الأشخاص بالمتاجرة بالمشروبات الكحولية بطريقة غير قانونية ببلدية الحمامات ويستغل مرآب لتخزين السلعة، بعد إعلام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الواد والحصول على إذن بالتفتيش، أين تم العثور على كمية معتبرة من المشروبات الكحولية، كما تم توقيف المعني. الكمية الإجمالية المحجوزة هي 4160 وحدة مشروبات كحولية من مختلف الأنواع والأحجام. الشخص الموقوف سيتم تقديمه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الواد. أخبارنا الدولية نتابعها مختصرة مع ملك السحقي. حياة السود مهمة، عبارة أطلقت على أهم شوارع مدينة نيويورك في خطوة تداركية للحادثة التي طبعت تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية فيما يعرف بأقدم الجرائم الإنسانية. العنصرية درس تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لتدارك أخطائها من خلاله بالتزامن مع تواصل المظاهرات في جميع أنحاء البلاد. من الجرائم الإنسانية إلى ما هو أشد فتكا، فيروس كورونا يواصل شق خارطته عبر العالم مسجلا 7 ملايين حالة مؤكدة، لتتصدر البيرو المرتبة الثانية بعد البرازيل ب5000 حالة وفاة، فيما سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 900,000 حالة مؤكدة. كوفيد-19 يدفع بالعالم إلى هاوية الركود، وتتصاعد الأضرار الاقتصادية عبر العالم لتهدد نحو 50 مليون شخص نحو الفقر المدقع حسب الأمين العام للأمم المتحدة. مظاهرات وقطع للطرق بأغلب المدن اللبنانية احتجاجا على تردي السياسات المالية والاقتصادية، فيما خصصت ألمانيا 130 مليار أورو لدعم اقتصادها لعامي 2020-2021. بهذا نختم النشرة، إلى التذكير بالعناوين. رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن.
الوزير المستشار الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية بالعيد محمد أسعيد في ندوة صحفية يعلن إمكانية تمديد حملة النقاش حول مشروع تعديل الدستور إلى فترة زمنية معقولة، ويؤكد أن ترقية مناطق الظل تحظى بمتابعة شخصية من قبل رئيس الجمهورية. البعثة الوزارية رفيعة المستوى الموفدة إلى نواكشوت تحظى باستقبال من السلطات العليا الموريتانية، وتأكيد على دعم الجزائر للشقيقة موريتانيا في مكافحة جائحة كورونا وتعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات. اللواء سعيد شنقريحة غدا في زيارة عمل إلى المدرسة العليا الحربية بالناحية العسكرية الأولى. توزيع 2000 طرد من المواد الغذائية بمعسكر ضمن العملية التضامنية للتكفل بالأسر المعوزة، وتواصل عملية صرف منحة 10,000 دينار في شطرها الثاني المخصصة للمتضررين من وباء كورونا. ختام النشرة، شكرا لكم على المتابعة، موعدنا يتجدد عند 3 في موجز للأخبار، إلى اللقاء.